كأننا في كل خريف بنتفاجأ بفصل الخريف اللي دائما بيدمر علينا المنازل اللي بتنهار وتشريد آلاف من الأسر السودانية في كثير من المناطق. خريف السنة اللي فاتت اللي كانت كارثة وكان دمار كل دول العالم، جسور جوية من عواصمها للعاصمة الخرطوم ليد العون والمساعدة والمساندة، وكأننا تفاجأنا بفصل الخريف. يعني كيف الحال يكون منطقة الفاو وناسها طيبين وعلى قدر حالهم، فيمكن الأمطار والسيول من فوق وسيول من تحت، المطر من فوق وسيول من تحت. وين الجهات المسؤولة علشان أنه تقدر تنذر الناس؟ لكن بارك الله في شباب وسواعد خضراء، خاصة الكمداكات السودانيات اللي مشوا لغاية مكان الخراب والدمار وانهيار المنازل هناك في مدينة الفاو والزميلة أبل. للأسف نفس السيناريو بيتكرر للأسف لكل سنة، والناس بتعرض المشاهد عبر الشاشات، وللأسف ما في أي معونة، ما في أي اهتمام لكل الكوارث الحاصلة في بلدنا. حاجة مؤسفة جدا يا محمد. صحيح. فصل الخريف في السودان فصل بنتمناه إنه أمطار خير وبركة، لكن للأسف بيجي يجتاح بياخد كمية من البيوت المنازل، الناس بتتشرد بتمشي وين ما تمشي، وفي الزمن اللي علينا الصعب ده ما في زول بيستحمل زول حقيقة. فالوضع مؤسف جدا. كنداكات سودانيات زي ما انت ذكرت هم قاموا بالمبادرة دي واسموها مبادرة الفاو، وكانت هي سواعد خضراء مشت وجابت المكان وشافت مشاهد حقيقية وأسر لحجم الكارثة والضرر الكبير اللي أثروا منه. بنرحب بك الأستاذة إخلاص وداعت الله، ناشطة ورئيسة المنظمة. أهلا ومرحب بك في حضرة المساء. أهلا وسهلا ومرحب بك من قناة الهلال، والتحية للهلال العظيم كفريق المفضل من أنا صغيرة. بحييك أخوي محمد وأختي. مرحب بك أمل. سعيدين جدا بيكون، وبحيي أختي محاسن الكنداكة. محاسن كانت في التيم اللي كلنا اترافقنا مع بعض ومشينا وقفنا على حجم الكارثة في منطقة الفاو. صراحة يعني زي ما أنتوا هسي ذكرتوا في المقدمة، يعني دائما نحن بنتفاجأ. صحيح. الخريف بيفاجئنا والعيد بيفاجئنا والأزمات بتفاجئنا، يعني نحن ما عارفين يعني هل نحن موعودين فعلا مع المفاجأة والكوارث ولا في لا لازم نعرف. يمكن أستاذة إخلاص محاسن أحمد عبد الله هي صحفية سودانية، يمكن ومعها إخلاص اللي قطعوا الفيافي والحضر، معروف إنه بعد المسافة الفاو من الخرطوم يعني قريب الخمسة ساعات تقريبا. هناك يعني ما في مطار عن طريق البر ووصول للمناطق المنكوبة وهي مأهولة بالسكان. محاسن أهلا وسهلا بك وألف حمد لله على السلامة كمان. أهلا بك وأهلا بأستاذ أمل وأهلا بكل مشاهدي قناة الهلال. بنحييهم جميعا وإن شاء الله نكون حضور خفيف، وبنشكركم يعني تناول المحنة والأزمة لأهلنا في الفاو والسيول اللي اجتاحت منازلهم وأصبحت كارثة إنسانية وأصبحوا في العراء. للأسف أستاذ إخلاص وأستاذ محاسن، يعني نحن شفنا الصور وقد تكاد مباشرة عبر الأجهزة الإعلامية والمرئية، وحاجة غير مرضية صراحة. ليه؟ لأنه حجم الضرر كبير جدا بالنسبة لكل الأسر اللي شردت من خلال منازلهم. فدايرين تعكسوا لنا بما أنكم أنتوا مشيتوا هناك وشفتوا بعينكم، يعني ما سمعتوا سمع ولا شفتوا عبر الشاشات، احكي لنا الحاصل شنو هناك بالضبط كده، والناس ديل هسي حالتهم كيف ووضعهم كيف؟ طبعا أول حاجة نحن لما نسرد ونحكي شو الحاصل، أول حاجة نقيف ونحيي جروب الفاو تناديكم. نعم. لأن الجروب ده جمع مجموعة من الناس الخيرين، الناس بمناصبهم المختلفة من داخل وخارج السودان. يعني مجرد ما أطلق النداء يعني الناس دي كلها وقفت على حجم الكارثة وبدت في إنه ترسل الدعم المادي، لكن كان لابد لأنه كان الوسائط كان رايج فيها المقاطع بتاعت الفاو والخراب اللي حصل بسبب السيول والأمطار وكده، وكلنا كان بنتابع على السوشيال ميديا المختلفة كل التفاصيل، لكن كانت غايبة حاجات ما كان الزول بيعرفها إلا لمن يكون على أرض الواقع. ده السبب اللي خلانا نحنا من داخل الجروب نكون تيم، نكون لنا تيم ونمشي نشوف الفاو.
يعني قبل أستاذ أحمد محمد ذكر قال إنه بالرغم طول المسافة وكده، والله نحن يعني بجد يعني ما كنا يعني حسينا بطول المسافة أو كده بقدر ما كنا متلهفين على أساس إننا نمشي نشوف الشيء على أرض الواقع، يعني الكارثة اللي حصلت دي عشان نوثق ونحاول نعكس صورة واضحة للإعلام عن حجم الضرر اللي لحق بيهم. بالفعل يوم الجمعة بالصباح اتحركنا إن إحنا مجموعة وصلنا الفاو وتم استقبالنا عدد من أعيان المنطقة والعمة والمشايخ ومن الناس اللي تضرروا ذاتهم من السيل، فتم تنويرنا في اجتماع بسيط صغير جدا جدا وسريع لأنه كنا على عجالة وحنرجع في نفس اليوم عن الضرر والمناطق اللي تضررت والناس الأسرة طلعت برة في العراء وكده. المهم بعد ذلك طلعنا ومشينا جبنا بالعربية وتقدمونا هم، والله هم مشكورين من هنا، نحن بنحيي كل أهالي الفاو يعني بالرغم من المأساة وبالرغم من الوجع اللي جوان إلا إنهم كانوا يعني معانا يعني سند ورفق قوي جدا جدا، يعني تركوا معانا في الزمن الصعب جدا جدا، يعني قد والله يعني بالرغم المأساة كان الابتسامة مرسومة في وشوشه لكن ما قدروا يعني حجم الحاجة المعانا هي ما جوا وكده، لكن أنت لما تجي تشوف الحاجة قدامك والوضع قدامك وتشوف الناس بتتعامل معاك كده بتحس بإنه يعني جد الناس ديل يعني ما عاديين. بالفعل وصلنا وجبنا المناطق المتضررة كان الأذى كبير جدا جدا، يعني حتى هم كانوا عاتبين على الإعلام، الإعلام الصور اللي التقطت من أماكن معينة يعني تم الترويج لها لكن ما كان في يعني تفاعل إيجابي أو ناس ذاتهم وصلوا جوا لأنه ده على لسانهم هم نحن بنقول الكلام ده، يعني نحن وصلنا جوا الحي الجنوبي في حي الأبحاث بمحلية الفاو الترعة، يعني احنا جينا خضنا الموية لحد هنا دخلنا الموية، يعني في ناس ما طلعت من بيوتها يعني ما قدرت تطلع من بيوتها. طيب حنقل يعني نبرات صوتك وأحرفك هي باكية ودامعة من خلال أنه رؤيتك للمشهد في مدينة الفاو أستاذ محاسن. أستاذ إخلاص، من خلال وجودكم زي ما قال ذكرت محاسن أنه مشيتوا لأماكن بعيدة حتى ربما صعب الوصول لها وفي مخاطرة، هل في أي ملامح أو ملمح من وجود حكومي مثلا أو حتى جهات مسؤولة لكف الضرر عن الشيء اللي حاصل؟ والله أنا بحييك أخوي محمد، لكن صراحة يعني نحن متألمين جدا، يعني الواحد بيتكلم والغصة في حلقه لأنه فعلا إجابة على السؤال بكل صراحة وشفافية ما في أي ملمح حكومي، لأن هذه كارثة إنسانية كاملة الدسم، يعني الناس قاعدين في العراء قاعدين تحت الجبل حتى على مستوى الخيم، يعني 300 أسرة قاعدة في 10 خيم، هل تتخيل إنه كل 10 أسر 15 أسرة في خيمة؟ غذاء ما في نهائيا، يعني ده غير الأمراض، يعني إحنا لقينا اللي عندها كانسر واللي عندها سكري والرجلة وارمة من السكر، ما في علاجات ما في أي شيء، حتى يعني بيحلموا إنه يكون في دقيق، في معسكر كامل يقول لك في جهة حكومية معينة معسكر كامل فيه 200 أسرة جابت شوال دقيق واحد، شوال بصل واحد، 2 شوال فحم، بغد زيت فقط. معقول؟ ده يعني كده في جهة حكومية مثلا جابت الحاجات دي، لكن على مستوى الناس يعني الموية الطامرة بيوتهم تماما وهم قاعدين بأطفالهم، يعني ده إلا إقلاء بهليكوبتر أو بعربات كبيرة ما في. الكارثة الحقيقية إنه ما في، يعني على امتداد الشارع بتلقى البراميل والناس واقفة متلهفة، الدفاع المدني جاب تنكر واحد عشان يسقي قريبة 18 ولا 17 غرية متضررة، تنكر الدعم السريع تنكر واحد والجيش تنكر واحد عشان يجيبوا الموية من الخياري يسقوا المواطنين في الفاو، فوين الحكومة؟ وين تفاعل الحكومة؟ وين تفاعل الجهات الرسمية؟ وين تفاعل كل، يعني نحن بنسمع ان احنا كوننا لجنة وانا جيت، يعني حتى مفوضية العون الإنساني إذا عملت نفرة أو استنهاض للمنظمات الوطنية الموجودة بلس المنظمات العالمية الموجودة في السودان كان لحقوا الناس دي، مع أنه الفاو خيرها إذا كان للقضارف وخيرها للجزيرة. نعم. هي يعني غرب القضارف وشرق ولاية الجزيرة بالضبط كده، يعني الآن هي نقول بالبساطة بين المطرقة والسندان، لا خير في هذا ولا ذاك. صحيح. يعني هي المصنع بتاع الغلال، يعني الغلال بتاعت السودان دي كلها، معقول البنك الزراعي ما في غلال
موجودة مخزنة. ولاية القضارف هي من أكثر الولايات بورصة عالمية القنية معروف. بورصة عالمية بتنتج الغلال بتنتج المحاصيل. يكون يا جماعة الناس حلمها شوال دقيق. وين والي يعني القضارف يعني, يعني وين الوالي؟ أنا ما عارفة قالوا هو جا زيارة يعني لكن زيارته جاوة. أنا إخلاص دي في تقديري رأيي الشخصي إنه زيارته دي يعني زي عدمة نشوف محاصيل محاصيل لأنه ما في زيارة يعني ملموسة للأسف. عندها أثر ملموس صراحة. أيوة. والله حتى الوالي نحن لما سألنا قالوا إنه أطلق نداء بتاع استقاثة يعني على مستوى الوالي كونه إنه في محلية زي الفاو ما يقدروا يحتووا الشيل فيها بالضبط. أنا بفتكر عيب كبير على الحكومة وعلى الجهات المعنية دي لو الفاو طيب لو الخرطوم غرقت كلها أو السودان غرق كله اللي بيحصل شنو طيب يعني الناس ونحن ده يا دابة الكلام المعاناة دي من تاني يوم في العيد السيول جات من منطقة سهول البطانة يعني قدرت الناس دي يعني الناس دي الشجر اتقلع من جذوره يعني السيل شال الناس بقت بتكسر الترعة يعني تفاصيل كثيرة. أنا داير أعرف يعني الناس يعني كتر خيرهم رفعوا مقاطع بتاع فيديو أو صور فوتوغراف لكن وين؟ أنا بس داير أعرف يعني حاجة ملموسة لأنه نحن عشان نأكد الكلام ده كان لابد أنه نصل أرض الواقع. نحن لقينا الناس قاعدين في معسكرات عبارة عن لاجئين. كيف أنت تكون لاجئ وجوا بلدك وجوا وطنك ومحاط بأهلك ما في زول شغال بيك أصلا ما في زول شغال بيك. نحن زرنا معسكر عائشة جوا مدرسة عائشة بنت أبي بكر ده معسكر أجلوا فيه الناس عملوا معسكر مدرسة بتاعت أساس دخلوا فيها الناس أسر كبار في السن نساء أطفال مرضى ما تتخيل وضعها. في صور كثيرة أنا بتمنى إنه لو هي موجودة على الكنترول يتم عرضها. نحن دخلنا المعسكر ده يعني ما تتخيلي قابلنا المشرف قال لنا جابوا لنا شوالين دقيق جركانة بتاعت زيت بصل مكرون على الشعرية. كم تقريبا ساعة المعسكر الناس اللي موجودين؟ حوالي 300 أسرة ولا 280 يعني أسرة. هل يعقل 280 أسرة يعني الناس قاعدة في الشجر يا أمل وستة تنفار سبعة في 280 أه. الناس قاعدة في الشجر تحت الشجر بتاع المدرسة عشان يعملوا أكلهم يعملوا حاجاتهم في النهاية بيجيبوا قدر كبير يعملوا الأكل عشان أي زول يشيل صحنه وجبة واحدة وجبة. أنا تكلمت مع مشرف المعسكر وهو لا حول له ولا قوة لأنه هو ذاته منتظر صحيح. عشان يجي الدعم لكن كنت حريصة إني أنا آخذ الصور الآن على الشاشة للأسف يعني دي ده المسجد المسجد العتيق في حي السوق يعني دمر دمار شامل. مسجد قديم وأثري. أيوة. أثري نعم. الموية جوا في المسجد غمرت كل شيء حتى الفرش حتى جمعتين إنه قالوا ما صلوا لا لأنه المسجد مغمور بالموية لآخره. يعني دخلنا جوا وصورنا التقطنا الحاجات دي كلها. الناس بتعمل مناشدة عشان يلقوا حل. أنت عارف المعسكر ده جوا بيجوا يضطروا لو عندهم شعرية كرتون الشعرية يمشي يبدلوها بباقة الزيت. لو عندهم دقيق يمشي يبدلوه بسكر تبادل سلعه بسلعه. نحن في ياتو عصر اي والله ونحن وين احنا من غلب يعني دي, دي دي ماساه حقيقيه. لما نتكلمنا معاهم ما في وعود عباره عن وعود يعني احنا كلامنا ده بنقوله مسؤولين عنه لانه نحن جينا قعدنا مع الناس دي وشفناه مره ليس كمن سمع. ايوه مره ليس كمن سمع ده الكلام اللي بنقوله يعني عرفتها طيب. يعني هسه حاليا بما انكم انتم ذكرتوا وضع مؤسف جدا لكثير من الاسر هناك اللي هي 300 اسره 280 اسره واقل اشخاص فيها سبعه فالعدد يفوق الألف وكسر. أيوة. نعم. الان حاليا الناس ديل قاعدين في العراء قاعدين معرضين لكثير من الامراض طبعا والبعوض والملاريا والثعابين والعقارب وكثير من التفاصيل دي طيب الدور المنوط بالنسبة للناس المسؤولين سواء كان حكومة السودان الفترة الانتقالية بكل مكوناتها مدني عسكري سواء والي ولاية القضارف كل الناس المسؤولة الآن عندكم المساحة بأنكم توسطوا صوت اللوم لازم لأنه ده صوت لوم بالنسبة لهم لأنه دي مسؤوليتهم. كل راعي مسؤول عن مسؤوليته ما دام أنت أصلا ما قادر أنك أنت تكون مسؤول فبالتالي ده بينعكس على الأسر على تفاصيلهم ودي مأساة وكارثة كبيرة بنتعرض لها كل سنة للأسف الشديد. حقيقة أنا الهسي المؤرغني أكثر إنه المخازن بتاعت الأسمدة الآن حصل لها دمج وتدمرت واختلطت تخيل اختلطت الأسمدة بالموية يعني حتى بموية الشرب بالموية بتاعت الخريف الأسمدة الآن في كارثة بيئية حقيقية للأسمدة الآن اختلطت مع موية الشرب يعني الآن الحيوان معرض باقي حيواناته انفضلت معرضة للموت
باقي يعني دي هسي مفترض انا لو في مكان والي ولايه القضارف ادق خيمتي هناك جنب المعسكرات بالضبط كده بكل الحكومه حقتي ادق الخيمه حقتي هناك صحيح. واناشد الدفاع المدني على مستوى المركز كله وكل الوحدات الشرطيه والعسكريه انها كلها بكل التناكر بكل وحداتها بكل ما اخلي خيمه قاعده في اي حته تابعه لجيش تابعه لدفاع مدني ما عنده خيم ما ينزل الخيم دي للناس المضرره ليه يعني مفروض حتى على مستوى رئيس مجلس الوزراء دي ما كارثه وانت ديل رعيتك ومسؤول كل راعي مسؤول عن رعيته صحيح انت يا رئيس مجلس السياده البرهان نحن ما جبناكم عشان تجوا تقعدوا لنا في المكاتب تعالوا انزلوا معانا نحن المواطنين شوفوا ماساه المواطنين شوفوا اللي بيحصل للمواطنين شنو يعني صحيح انتوا الليله جايين بسلطه مفوضه من الشعب الشعب هو اللي خدتاكم في الحته دي معناها انت جيت عشان تخدمني انا المواطن المسكين لما انا تجيني محنه واكون قاعد ومريض الان الفاو في خطر الفاو تناديكم انا بطلق النداء من رئيس مجلس السياده ونائبه يعني لازم الان الناس دي كلها بتشاهدنا وسمعانا وانا اخلاص ومعاي كل التيم الفات واختي محاسن كنا هناك في 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 الفاو يوم الجمعه وخدنا وشفنا كل المناطق الغرقت ما في اي ملامح لاي حكومه صراحه ونحن الان السودان شعب السوداني وانا حزينه نمشي في محنه زي دي تلقى الناس يذبحوا لك يا محمد اي والله وتلقى الناس يجوك بفرح يذبحوا لك وهم المتالمين المتالمين صح يجيلوا ينخشموا ويدوك يا سلام عشان انت جيت ضيف تقف معاهم هل ده شعب يستاهل الذله؟ هل ده شعب يستاهل الاهمال؟ ابدا كفيتي يا خلاص كفيتي والله محاسن وفعلا يعني الاحساس اللي نابع جواكم من المشاهد اللي انتم شفتوها وشاهدتوها الان حكيتوها بالصوت صراحه مع بعض من الصور واكتملت عندنا الصور الان محاسن شنو هل من رساله لاي جهه اي كانت اذا كان حكوميه او حتى اذا كان مدنيه لطلب الاستغاثه ولنجده الفاو والله انا بطالب بكل منظمات المجتمع المدني وكل الخيرين وعبركم عبر قناه الهلال وبخاطب الرئيس الكاردينال يعني معروف اياديه البيضاء والخضر البيضاء الممدوده بانه يلحق اهلنا في الفاو يا جماعه الناس دي هسه انا بناشد يعني من ناحيه طبيه الناس دي محتاجه لامصال محتاجه لناموسيات امصال بتاعت العقارب والسعابين لا لانه السيل جرف معه حاجات كثيره والمنطقه بين جبال بين جبال ناموسيات البعوض في المياه الراكده الملاريات في حالات كثيره بتاعت اسهالات داخل المعسكرات نحن دخلنا فيها نحن بنناشد اي جهه طبيه او خيرين غيره نحن ما دارين نقول لي اسنا من الحكومه او غيره هو الضغط عليها كثير ولكن اولويات المواطن اهم في كارثه انسانيه عشان ما ننتظر تجينا معونات من برا وتبقى فضايح زي ما قاعد تحصل كل مره الناس دي محتاجه لخيام عدد الخيام بسيط جدا نحن وصلنا تحت الجبل معسكر تحت الجبل ده عباره عن ماساه يعني قائمه بذاتها 3000 اسره يعني المرضى المسنين المويه بتاعت الشرب يا جماعه حتى نحن قعدنا مع المدير التنفيذي لمحليه الفاو نائب المدير بيقول لنا نحن بنجيب المويه من الخياري لكن في نقص بتاع تناكر تناكر ما في يا جماعه تناكر عشان يجيبوا مويه من الخياري تكون ما فيش 3 تناكر للجيش وللدفاع المدني والدعم السريع لمنطقة بتاعت كوارث زي دي الموية اختلطت بالأسمدة مؤسسة الرهد الزراعية مخازنة وحاجات الموية جرفت حاجات كثيرة عبارة عن سموم دماء إنسان في النهاية يعني نحن الشيء اللي بنقدر نقدمه حتى ولو كان بسيط لكن بيكون عنده الأثر يا جماعة الوجع كبير جدا جدا صحيح. على إنسان الفاو نعم. المأساة كبيرة جدا جدا أنا بتمنى الجهات الحكومية الموجودة اللي هي قاعدة على كراسيها من داخل العاصمة يعني الحاصل داخل العاصمة ده ما أخليه لكن السيل الهسي ده ممكن يجتاح أي منطقة تانية صحيح. ولسه ده في بدايته وفي زيادات مناطق تانية ولسه في زيادات بتاع والسيول دي يعني لسه ده في بداياته وفي حتات تانية صحيح. ونحن من عبر الجروب بتاعنا الفاو تناديكم يعني جد الناس يعني ما قصرت مجهود كبير جدا جدا ونحن من هنا بنشكر كل الغايمين على أمره واللي وقفوا عليهم من الإدارات والعمد والمشايخ من إدارات الجهات الخيرية وغيره ومن هنا برضو من حي أخواننا في جروب البرق الصليحاب قدموا دعم سخي جدا جدا أخواننا في المهجر يعني ما وقفوا بيتابعوا معانا التلفون بيرين عليه كل راس ساعة يعني نحن هسه قاعدين هنا حنطلع نلقى كمية من الرسائل والله الله بنتمنى نلقى دعم كبير جدا جدا لنجدتهم إن شاء الله دائما والله يا أخي
نحن صراحة ذاته لسنا شكر عاجز لكم كندكات سودانيات. يعني أنتوا حتى في حجم الكارثة كنتوا في مكان الخطر. صحيح. لأنه إذا كان بعض من الآبار أبار السيفن وخلاف ذلك. صحيح. فأنتوا الحمد لله على سلامتكم وربنا يسلم كل أهلنا في مدينة الفاو. إخلاص وإذا عطل الناشطة ورئيس منظمة كتر خيرك. شكرا جزيلا ليك. وأيضا محسن أحمد عبد الله صحفية سودانية كتر خيركم. وهم شقوا الديار يمكن تعرضوا للخطر ونقلوا الصورة بحكي وحديث بأحرف عبارات صراحة دامعة وما سمعناه يمدى له الجبين مع أن الشعب السوداني هو شعب نفير، شعب السوداني شعب بغيث الملهوف وين ما كان طلب منه النجدة الشعب السوداني بيكون موجود. يؤسف أنه لا ملمح لوجود حكومي في مدينة الفاو لإنقاذ الأهالي المنكوبين لمن يفترشون يكونون هم في العراء. ربنا يسلم البلاد والعباد ولسه القادم نقول أسوأ لكن ربنا إن شاء الله يسلم سوداننا الحبيب. بعد الفاصل وكاميرا قناة الهلال في مكان آخر.